يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وماذا على المعتكف إذا جامع زوجته خارج المسجد؟ ولا تباشروهن، المراد به الجماع. المعتكف ممنوع من الجماع مدة الاعتكاف، فإذا جامع زوجته بطل اعتكافه، لأنه خالف قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا جامع بطل اعتكافه. نعم.